نجمة أصلا، هي ربنا يخليكي أستاذتنا وأستاذتي، وأنا حبيبتي أصلا من جمهورك يا وبحبك وبتابعك وبشوفك يعني، فالكلام الكتير ده يا روحي ربنا بجد بجد يخليكي. أنا مبسوطة بيه أوي 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 إنك شايفاني كده وإنك كنت بتسمعيني في الراديو والله مش انا بس بقى، ده انت موال كبير قوي في الاذاعه، وصوتك وطاقتك وشخصيتك، وانا شايفه ان اصعب من التمثيل او اصعب انواع التمثيل مثلا تمثيل الاذاعه، وبالتالي في الاعلام اصعب انواع الاعلام هو الاعلام الاذاعي، لان انت مطلوب منك تعملي لي حاله وتعيشيني فكره وتخليني اتفاعل كمان معاكي من غير لا انا شايفاكي ولا في حاجه مرئيه بتشديني بيها، انت بصوتك بس، فانت ايوه كنت عامله ده على اكمل وجه. ما كانش مقصود بقى، عايزه اقول لك ازاي؟ يعني كل ده طلع كده بشكل طبيعي وبشكل تلقائي، يعني انا ما كنتش دارسه راديو، دارسه اعلام بس مش تخصص راديو، فما عنديش اي فكره بقى بكل الحاجات الكبيره دي، انه الراديو ده اصعب من التلفزيون، وان انا المفروض ان انا بوصل كل احاسيسي وكل اللي انا بقوله والمواضيع وشخصيتي وانا بفكر ازاي عن طريق صوتي بس. ففجأة فيما بعد لقيت بقى انه بيتقال لي زي ما حضرتك بتقولي كده، انه الراديو ده يعني اصعب بكتير من طبعا الشاشة، لانك انتي بتعبري بس بصوتك، فكله جه كده يعني. لا ما هو بصي، هو برضه كله كده. هو لا هو ما جاش كده، انت عندك دراسه دي في الحسبان جدا، وانت عندك نعمه من عند ربنا اللي هي الـ الـ القبول صح، والشطاره، انت مجتهده. اجتهدت. مش هقول نعمه الجمال دي طبعا نعمه من عند ربنا برضه، بس هي في الاذاعه انت دي مش مستند بالنسبه لك او مش داعم بالنسبه لك، لاني مش شايفاكي. ايوه، لكن كمان انت عندك شخصيه في صوتك وطريقه ادائك، يعني ودي يعني ده في الاعلام، يعني ممكن دفعتك مثلا في اعلام او الدفعات اللي قبلك او اللي بعدك الاف بيتخرجوا، لكن اللي بيثبت نفسه الحقيقه وبيرسخ في وجداننا ده الموهوب الحقيقي. ممكن برضو عشان شفت كتير، يعني انا بعتبر نفسي محظوظه الصراحه ان انا قدرت في المهنه دي اقابل اكبر كم من فعلا بقى اساتذه 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 زي حضرتك كده، شفت من ايام الزمن الجميل اللي هم بقى احنا كلنا لسه بنتعلم منهم، شفت من الجيل اللي هو مثلا الثمانينات، اسامي بقى زي استاذ نور الشريف، الله استاذه الله، ميرفت امين، استاذ فاروق الفيشاوي، من الزمن الاقدم كان ليا الشرف ان انا اقابل الفنانه الكبيره والنجمه الكبيره والاستاذه هند رستم. انت ايه ده ايه ده؟ شفت كل دول قابلتي هند رستم؟ قابلتهم وعملت معاهم لقاءات. الاستاذه والنجمه اللي انا بحبها جدا لبنى عبد العزيز، يا خبر ابيض، الاستاذ الله يرحمه، ربنا بقى يرحمه وهو ويجمعه بزوجته الجميله الفنانه القديره الله يرحمه برضو دلال عبد يا روحي. العزيز، كل دول انا قابلتهم بشكل شخصي، وبعد كده قابلتهم وحاورتهم بشكل مهني. فكل واحد من دول اقابله كده اقول انا اولا بستوعب ان انا استاذه رجاء الجداوي. يا روحي يا روحي، طبعا انا عارفه حضرتك قابلتي كل العظماء والاسامي والعظماء انسانيا انسانيا الحقيقه كمان، انسانيا قبل عمليا، لان قبل ما هم يبقوا مشاهير ونحبهم ان هم نجوم وليهم طلتهم وبنتابعهم والكلام ده، انا اتاثرت اكتر انسانيا. فرقت معايا قوي 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 قوي. طب انت هتخليني اتجاوز فكره الاذاعه وادخل في حته في الاذاعه برضو. انا عارفه ان انت من الاصدقاء المقربين لايمي. أيوة. إيمي سمير غانم. أيوة. فهل إيمي هي كانت وسطتك لدخول البيت عند الأستاذة دلال والأستاذ سمير وتعملي معاهم لقاءات، ولا أنت الأول قابلتيهم وبعدين اتصاحبتي عليهم؟ لا طبعا، ده عن طريق صداقتي بإيمي سوكي حبيبتي، ببعت يا لها روحي سلام على الصورة عشان هي جميلة وتستحق كل حاجة حلوة، يعني هي بحبها جميلة قوي قوي إنسانيا، عندها قلب هي ودنيا الحقيقة، هما الاتنين، لأن هما طلعوا في بيت عرفوا ايه اللي ليهم كبني ادمين قبل اللي ليهم كمشاهير وولاد مشاهير، يعني هم طالعين في بيت اب وام كل الناس شهادتي بتحبهم. مجروحه في 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 الاسره دي بالظبط، يعني انا يا حبيبي ده في دلع بنات يا روح، انت مثلتي معايا كمان. ايوه، كان ليا برضو الشرف والحظ الكبير ان انا حبيبي يا استاذ اكون موجوده بجزء بسيط جدا، ولكن قابلته في الفن برضو واحاول اتعلم واشوفه في الكواليس بيعمل ايه، دمه خفيف خفيف بشكل مش يعني مش عادي، يعني بجد احنا قاعدين كده في الكواليس، كانت الاستاذه شيرين عادل هي اللي بتخرج
العمل ده، والمشهد فيه استاذه كريمه مختار برضو الله يرحمها، ومصطفى خاطر وكنده علوش ومايا عز الدين، واسامي برضو جميله قوي كل دول في كادر واحد. استاذ سمير حبيبي بيرتجل ارتجال تلقائي جدا جدا جدا، اللي يلحق ويدخل في المود يبقى كسب. يا سلام. فبجد هو شخصيه لم تتكرر. انت اكيد لسه في تواصل؟ طبعا طبعا طبعا. طمنيني على يعني دنيا، انا مطمنه عليها، التقيت بيها يعني حتى على الواتساب كده في جروب بينا، فنسبيا طبعا الله يعينهم الله يعينهم.